رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، ومعنا الحين في الاستديو شاعرة وكاتبة كويتية، عضو في رابطة الأدباء وحاملة لبكالوريوس اقتصاد، صدر لها رواية غرفة معلقة وحرية ممنوعة عفوا، شاركت في العديد من الأمسيات الشعرية في الكويت. حياك الله معنا ندى الأحمد. الله يحييك، شكرا على الاستضافة. حياك الله، أكيد منورتنا اليوم. يمكن أثناء حديثنا قبل شوي كنا قاعد نتكلم عن شو ممكن الفتاة الكويتية يكون لها بصمة في المجتمع وغيرها، دراستك بين الأرقام والحسابات الاقتصاد وغيرها، وعندك موهبة في الشعر والكتابة، شنو هذا الاختلاف ما بين الاثنين؟ أي عدل، أنا درست علوم إدارية تخصص اقتصاد وخذيت بكالوريوس اقتصاد، بعيد جدا عن الشعر. حبيت الشعر بالجامعة، بديت أقرأ، أحب أكتب، أحب الوزن، الموسيقى الشعرية، وبديت أكتب وأعرض كتاباتي لنقاد أو دكاترة بالجامعة، وحبيت المجال هذا بعيد عن دراستي، بس خذيتها هواية. وبعدين قعدت يعني شاركت بأنشطة رابطة الأدباء، كانوا يسوون أنشطة ويحتضنون المواهب هذه، فبديت أشارك بقصايدي اللي كنت أكتبهم، والحمد لله لقيت أصداء حلوة، وتطورت المراحل هذه للمشاركات بالأمسيات الشعرية. نعم. ما شاء الله. نعم ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يوفقك يا رب. بعض الكتاب إذا كان عندهم تخصصات مختلفة عن الهواية اللي هم يحبونها يخلطون هذا التخصص مع الكتابة، يعني فلنفرض مثلا شخص تخصص فلسفة فهو يكتب الشعر أو يكتب الرواية بطريقة فلسفية أكثر، هل أنت حاولتي تخلطين هذا الشيء مع تخصصك؟ ممكن تكتبي لنا شعر بالأرقام مثلا؟ لا، كلش أشعاري عاطفية بعيدة حيل عن دراستي، يعني دراستي إدارة أعمال، فخذيتها هواية وحبيت الشعر. الإلهام هو اللي يكتب القصيدة، هو اللي له دور كبير بالقصيدة أكثر من الدراسة والمواضيع هذه الجامدة. نعم ندى، يمكن موهبة الشعر والكتابة يعني من المفترض أن الشخص يحس فيها أو يحس أن عنده هذه الموهبة من هو صغير، أو أنه يحس أنه هو دائما يحب مثلا حصص العربي، حصص القراءة وغيره، يكون متعلق دائما في الكتب والقراءة والكتابة والشعر وغيرها، متى أنت حسيتي فعلا عندك موهبة الشعر والكتابة؟ والله أنت قلتي حب حصص العربي، انا جد ما كنت كلش احب حصص العربي، انا كنت احب اقرا كتب روايات بس ما احب دراسة اللغة العربية، وحتى يمكن ما كنت شاطرة فيها. حبيت اللغة بعد ما تخرجت من الثانوية، بديت اقرا كتب بالجامعة وبعيد عن تخصصك، يمكن اللغة العربية اجمل من بعيد، كنت اخذها كهواية اكثر من دراسة، يعني صحيح. هذا كل شيء صحيح. اذا ممكن نسمع منك قصيدة. اكيد راح ألقي آخر قصيدة كتبتها، مطلعها: لي غائب عن ناظري وحاضر، إن المكان بلا وجودك شاغر، كل المشاعر في حضورك أقبلت، لكن قلبك في الغرام مكابر، رتبت أمتعة الوداع ملوحا، إني إلى شوق الكبير مسافر، أحزاننا دفنت بلحد قلوبنا، وكأنها تلك القلوب مقابر، وأراك بين الراحلين تشير لي، هل لاشتياق الغائبين معابر، وسألت بالله العظيم تقول لي هل لا تجيب لماذا أنت تغادر، قال الحقيقة كل شيء ذاهب، أو كل ما في الأرض يوما غابر، يا بائعا من باع عمره راجيا منك الوصال، فإن بيعك خاسر، يا ساكن الذكرى ألست بعائد، إني على أحلام أمسي ساهر، لم أقدر النسيان، إنك ظالم إن كان ظنك أن قلبي قادر، كل الزهور إذا مررت تنهدت، والأرض أسفل ناظريك جواهر، خطيت في موج البحار رسالة، إني على شطآن بحرك صابر، رفقا بقلب في هواك متيم، فبقدر بعدك قد يضيق الخاطر، يا عابرا والروح فيك تعلقت، يا ليتني بالحب مثلك عابر، كل النوافذ في غيابك أظلمت، والطير من أرض الغرام مهاجر،
شاخت مشاعرنا، شاخت مشاعرنا وطال فراقنا، أو كم تشيب من الفراق مشاعر. يا من تحدثني بغير تكلم، والطرف عند حديث صمتك آسر. أو كيف أنصت للحديث وقد أرى في مقلتيك هناك شيء ساحر. صح لسانك، كلمات جميلة وعبارات ومفردات أجمل، قد يستصعبها خاصة الشباب الصغار أنهم يكتبون في اللغة العربية الفصحى، ونلاحظ أن بعض الشعراء يتجهون إلى الشعر العامي أكثر. ليش أنت اتخذتي أو خذيتي طريق الشعر اللي يملك أو يتكلم باللغة العربية الفصحى؟ حبيت تكون قصائدي باللغة الفصحى، يمكن لأني حبيت اللغة، أو كانت قراءاتي يعني بالأشعار كنت أقرأ دائماً باللغة الفصحى. ما كنت يمكن أسمع الأشعار العامية واستمتع فيها، بس كتابة اللغة الفصحى عندي أقرب لي يعني. ما أعرف شنو السبب صراحة، بس من ناحية الكتابات أنت قلتي أن تكتبين باللغة، يمكن ما بالعكس، أنا أكتب دائماً مفردات السهلة توصل للمستمع بطريقة سهلة، أنا ما تعقده من ناحية اللغة. نعم، هل ممكن يكون السبب ان انت يعني تبين اشعارك والقصائد اللي انت تكتبينها توصل على مستوى الوطن العربي، الكل ممكنه ولمن يسمعها يستوعب انت شنو كاتبه او شنو تبين توصلين، بعكس مثلا اللهجه العاميه اللي ممكن هي تكون مقتصره بس على نقدر نقول على مستوى الخليج؟ والله انا اكتب باحساس، والاحساس يوصل بدون ما نتعنى يعني فيه. فحبيت كتاباتي تكون شاعرية ومن إحساس صادق، هذا كل شيء، وأتوقع الإحساس الصادق هو يوصل الصوت لأبعد مدى. نعم، شنو أقرب قصيدة لك كتبتيها وتحسين أن هي قريبة منك حيل؟ أقرب قصيدة لي دائما أخفيها صراحة. دائما تخفينها؟ أي. شو السبب؟ مطلعها أخفيته. أخفيت حبك، أخفيت حبك والأنظار تفضحني، والعين تفضح من بالحب قد شغلا. من نظرة خطرت لي ألف خاطرة، يا ملهم الحزن قد جرحت لي مقلا. أحببت فيه خيالا كنت أرسمه، فكلما سرق الإلهام زاد غلا. لا أدري أي سبيل الحب أسلكه، فإن حبك قد أهدى لي السبلا. أمضي على سكة الأقدار راحلة، والدمع فوق طريق البعد قد هملا. رسمت دربك في أنحاء خارطتي، وصرت ألمح في أنحائه طللا. يا بائع الورد، يا بائع الورد والصحراء قاحلة، لا تدري في الدمع إن الورد قد ذبلا. قطعت درب وصال أنت مقصده، فصار ذكرك في الأعماق متصلا. لا تشغل القلب، لا تشغل القلب، فالعصفورة ارتحلت. إن الرسائل في الأعماق لن تصلا، وإنما قصص العشاق ناقصة، وإن فيها غرام ليس مكتملا. بداية الحب تفكير بآخره، وآخر الحب ذكرى تقطع الأمل. بعد اللقاء رحيل تلك قاعدة، بعد اللقاء رحيل تلك قاعدة، فالبدر لولا لقاء الشمس ما أفلا. صح لسانك، صح لسانك، ويعطيك العافية. يمكن من خلال القصيدتين اللي ألقيتيهم أثناء حوارنا قد تكون قصائد عاطفية، هل تفضلين كتابة القصائد لتكون عاطفية، أو ممكن أنت تكتبين في قصائد تكون مواضيعها عامة، مواضيعها اجتماعية؟ أنا أكتب من إحساس مثل ما قلت، وما أفكر القصيدة هذه لازم تكون عاطفية، أو أن كتاباتي لازم تكون بمجال معين. أكتب على حسب الإلهام أو الملهم. يعني عندي قصائد كتبتها عن الخيل، كوني وايد أنا أحب الخيل، فما عندي موضوع معين. يمكن أنا الحين أغلب قصائدي صح تقدرين تقولين عاطفية. شنو قصة الشعراء مع الخيل؟ دائما ما نشوف الكثير من الشعراء يحبون الخيل، هل هذا هو ارتباط؟ والله ما أدري إذا هو ارتباط ولا لا، بس الخيل فيه إحساس جميل، ودائما اللي عنده حس مرهف يحب الخيل. أنا حب الخيل عندي ما اقتصر على أني أشوفه بس، أنا حبي للخيل أني صرت أنا أركب خيل وأدش بطولات ما شاء الله. يعني حبي للخيل موضوع آخر،
يجري في دمي مثل ما يقولون. ما شاء الله عليك. نعم يعني ما شاء الله انت تخصصك ومجالك مختلف عن هواياتك، مختلف اختلاف كلش تام وكلي من هذه الجوانب. طيب خلينا نتكلم الحين عن جانب اخر وهو كتابه الروايات. شلون شفتي كتابه الروايات؟ هل كان الموضوع سهل عليك كونك ان انت اوريدي تكتبين شعر وغيره، او ممكن انت استصعبتيها؟ لان دائما يكون الشاعر يبي يختصر الرساله اللي بيوصلها من خلال شعره وقصيدته في صفحه صفحتين او حتى كم بيت، بخلاف الروايات اللي قد تاخذ منها كم صفحه. اي صح، انا كتبت اول روايه لي اول العام، كانت اسمها غرفه مغلقه. صراحه ما توقعت اني راح اكتب روايه، لان انا بدايتي كانت ظهوري الادبي كان بمجال الشعر الفصحى فقط. وشاركت بمسيات بعدين يا موضوع الروايه، يعني كانت في فكره ببالي يعني كنت اكتبها يعني بس ان كدرافت. حسيت ان يعني عرضت الفكره لاكثر من شخص وحبوها وايد، والفكره كانت نوعا ما يعني مختلفه. حبيت اني اجرب كتابات يعني كتابتي بالروايه، والحمد لله لقيت اصداء جميله وخلصت طبعتين منها الروايه الاولى. وطبعت روايه ثانيه، اصدرت روايه مولود اخر مثل ما يقولون هالسنه، اسمها حريه ممنوعه. والحمد لله هم اصدائها حلوه. يعني لقيت نفسي همن بالرواية. نعم، كثير من الشباب قاعد نلاحظهم في كل سنة يأتي معرض الكتاب، نشوف كثير من الشباب المشاركين في القسم الروائي، ما قاعد نشوف شباب لامعين في التاريخ، في الأدب، في الأمور العلمية، قاعد نشوف تواجدهم قليل. من وجهة نظرك ليش هذا الشيء؟ والله أنا أشوفها ميول، كل واحد يشوف تخصصه وين، او ما الواحد ما يحط نفسه بتخصص مو ماله فيه عشان لا يفشل فيه او انه يوصل رساله مو واضحه. فانا من وجهه نظري ان يعني اي واحد يختار التخصص اللي هو حابه. صحيح. شايف تسمع منك شيء ثاني ندى؟ اكيد جانب عاطفي بعد ولا مختلف؟ ايش راح تختارين لنا؟ انا في قصايد من جانب يعني كاتبة على الخيل، بس مو حضرتهم حاليا، راح اقول قصيدة. تختار الافضل دائما. طبعا. قد قيل قتل العاشقين محرم، لكن آثام المفارق اعظم. قد قيل قتل العاشقين محرم، لكن آثام المفارق اعظم. تركوا لنا بالأمس لحن غيابهم، وقلوبنا شوقا لهم تترنم. والشوق أكبر من حديث كامن، والصمت عن شوق الأحبة مؤلم. قل للذي ترك المتيم في الجوى، جرح المحبة من فراقه أرحم. أجواء بعدك لا تزال كئيبة، لو طال صمتي فالهوى يتكلم. نظرات عينك بالفتون تكلمت، كخطاب سحر ما أتاه منجم. وسرقت نومي والعيون أسيرة، رد المنام لعلني بك أحلم. ما زلت أرتقب الوصال بلهفة، أرجو هواك وليت وصلك يرحم. أبدي اعترافي يا أثير بأنني ما كنت أدري أن قلبي مغرم. فالعقل حل محل قلب عاشق، والقلب في عشق الحبيب متيم. صح لسانك، صح لسانك، كلمات جميلة أكيد. في عندي سؤال خاص للشعراء نفسهم، أحيانا ما يلجؤون إلى المعجم أو بعض الكتب للاستعارة من كلمات معينة علشان يضيفون جمالية للشعر، وإن كانت الكلمة صعبة إلا أن تحسين أنها تضيف رونق إلى هذه القصيدة. هل أنت لجأتي إلى بعض المعاجم للاستفادة من الكلمات الموجودة؟ طبعا، واتوقع اي شاعر راح يقول اكيد ان الموضوع هذا، القارئ الجيد هو كاتب جيد، فما تقدرين تقولين ان الكاتب. انا اليوم قارئة مقولة ان لا تثق بكاتب لا يقرأ. صحيح. فهذا جواب والله، انه يعني ما اشوف ان فيها شيء اذا انا طلعت على شعراء اكبر مني وخذيت منهم خبرة. صحيح.
صحيح. يعطيك العافيه. الله يعافيك. نورتينا سوريدانا. يعطيك العافيه اكيد العادي. نورتينا ضيفتنا في الاستديو ندى خالد الاحمد، شاعره وكاتبه كويتيه وعضو في رابطه الادباء. نورتينا اليوم، وعسى الله يوفقك ان شاء الله من خلال كتاباتك الشعريه والادبيه وغيرها ومجالك وتخصصك في الاقتصاد. شكرا لك. شكرا على هذه الاستضافه ويعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. مشاهدينا احنا مستمرين معكم، ومن الشعر ننتقل الى عالم المكياج، لكن من بعد هذا الفاصل.